فيني، بالعكس أحب. شنو يميز روان المهدي بالنسبة لك من نظرتك؟ روان جريئة، روان حسب خبرتي فيها روان تحب الحياة بشكل مو طبيعي ومطلعة، وتحب تبحث وتحب، أحب اهتمامها بالتفاصيل. يعني ساعات تبهرني أشياء ما تطري ببالي، تقولي أنا لازم أشوف كذي. أنت تشتغلين على التفاصيل؟ منو؟ أنت في أدوارك؟ أنا أشتغل على التفاصيل أكيد طبعاً، بس كل واحد يطالع من زاوية معينة، فممكن أنا أستفيد من زاوية الشخص اللي قدامي من فكرة، أوكي. فأحب آخذ وأعطي مع الناس، ممكن اللي قدامي هم ياخذ مني.